اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده سمك فيليه بصوص الفلفل الاحمر، وهعمل معاه فرايد رايس بالاناناس او رز محمر بالاناناس. هبتدي بالسمك الفيليه. نقول مكونات: قطعتين سمك فيليه، جبنه بارميجان اختياري، لبن، ثوم، فلفل احمر رومي، بقدونس مفروم، زبده، وهستعمل زيت وملح وفلفل. نحط السمك الاول على النار يستوي قبل ما نعمل الصوص. هنحتاج في الصوص ده خلاط او فود بروسيسر او كبه او الموجود، هنقدر ايه، بس محتاجين حاجه نفرم بيها الفلفل. هنحط معلقتين زبده كده كويسين، وعليهم قبلهم حطيت زيت علشان الزبده ما تتحرقش. اخد السمك نتبله شويه من الملح، شويه من الفلفل، نقلبه تقريبا كده سريعه. بصوا حضراتكم، هقول لكم على نصيحه مهمه قوي. كل ما يبقى قطعتين السمك قد بعض بالظبط، متشكلين بالشكل ده، متقطعين من كل الجوانب، مظبوطين، بيريحونا جامد قوي في السوا، بيبقى شكلهم حلو قوي في الطبق. واللي بيتقطع منهم ده، يعني الحته اللي بتطلع الزياده دي، ده ما بيترميش. احنا بنلم كل الكلام ده في كيس، نحطه في الفريزر لو هنعمل كفته سمك، لو هنعمل شوربه سمك، لو هنعمل طاجن سمك، كل الحاجات المتقطعه دي بتشتغل. المهم ايه، يبقى انا عندي قطعتين فيليه شكلهم حلو كده. شيف ياسر طبعا ظبطهم لي، تسلم ايده. نحط بقى السمك في الزبده كده ونسيبه يستوي براحته خالص. هنشيل ده، ناخد بقى الفود بروسيسر او الكبه، نحط فيها الفلفل كله، نحط معاها اللبن والثوم، طبعا مش كل الكميه دي، بقدونس. انا بس بعمل ايدي كده عشان الهواء بيطير بقدونس، خلي شويه في الاخر نزوق بيهم. ده خلاص شويه صغيرين من الجبنه دي هتبس خلي القوام يمسك نفسه شويه، وهتبقى ايه، ملحت يعني. الجبنه البارميجان دي حادقه، فمش هحط ملح، هحط فلفل اسود بس، فلفل اسود. وبرده ما ننساش السمك دايما، ايه، الواحد تبقى ودانه او حد في البيت بيطبخ ودانا مع الصوت، وبنبص عليه كل شويه كده نشوف اخباره ايه، ونسويه على نار هاديه كمان عشان الزبده ما تتحرقش. واحنا بنحط اللبن بقى، مش هنحط كل الكميه دي، هنحط شويه، تقريبا ربع كوبايه، ونجرب، لان لسه ماسك في بعضه وما بقاش صوص. انا عايز الصوص يبقى سايب خالص، يعني عايز احط قطعتين الفيليه في طبق غويط واغرقهم بالصوص. نجرب كده، كده الصوص جاهز. نقلب السمك، طبعا انا حاطط زبده كتير قوي، اللي عامل دايت ما يعملش اللي انا بعمله ده خالص، يستغنى عن الزبده، يحط زيت زيتون ينفع. اول حاجه نعملها اول لما نفتح الفود بروسيسور، نشيل السلاح ده علشان ما نتعورش. يبقى كده احنا شغالين في الامان. كده السمك استوى، ناخد بقى طبق غويط، طلع قطعتين السمك حطهم واغرقهم بالصوص، واحط عليهم شويه بقدونس وجبنه بارميجان او اي جبنه موجوده، تبقى ظريفه قوي. حط دي الاول، طبعا السمك الفيليه غير السلمون، السمك الفيليه لازم يستوي، ما ينفعش يبقى ميديوم او ميديوم ويل او ميديوم رير، ما ينفعش الكلام ده خالص. السمك الفيليه لازم يستوي. حط بقى الصوص كله، شويه كده من فوق، شويه صغيرين بقدونس، وشويه من الجبنه، بقدونس هنا كمان. يبقى اول طبق كان سمك فيليه بصوص الفلفل الاحمر الحار ومعاه فلفل رومي، وتاني طبق هيبقى رز محمر بالاناناس. خليكم معايا بعد الفاصل نشوف هيتعمل ازاي.
رجعت حضراتكم الفاصل. عملت سمك فيليه بفلفل بصوص فلفل احمر. نعمل دلوقتي رز محمر بالاناناس. قول المكونات: سراتشا او هوت صوص، صلصه حراقه، رز مسلوق، اناناس معلبات، بسله بالجزر، زبده، جنزبيل، صويا صوص، ثوم وبصل. طاسه على النار، قطع بصله او نص بصله، انا هعمل طبق واحد، قطعها كده ايه حلقات، لا مش حلقات، زي هلال، حطها الاول قبل الزيت حتى. وما دام هنعمل اكل اسيوي يبقى دايما نستعمل زيت نباتي، ما بيستعملوش زيت زيتون هم خالص. شويه من الزيت، تقريبا معلقتين، وهاخد معلقه ثوم، الجماعه بتوع الفار ايست بيطبخوا كل طبخهم على نار عاليه جدا، ما عندهمش حاجه اسمها نار واطيه، عندهم بوتاجازات غير اللي عندنا. حته زبده كده عشان تخلي الطبق طعمه غناوه. طبعا فار ايست ما بيستعملوش الزبده دي، عندهم حاجه اسمها جي، حاجه كده دهون تانيه مختلفه. هاخد الاناناس، نخلي واحده نزوق بيها، وبعدين نقطعه يعني بايت سايز او على قد قطمه البق كده كده. ده هيتشوح دلوقتي بعد مع البصل، بس الطاسه دي القاع بتاعها سميك فبتاخد شويه وقت على ما تسخن، بس احنا مش مستعجلين على حاجه. نحط شويه من جنجبيل باودر ونستنى عليها لحد لما تبتدي تتحرك. الطاسات اللي عندهم بقى مفيش السمك ده خالص، تبقى عامله زي الصفيح كده، تسخن جامد جدا جدا، وبيقدروا يسووا على حروفها اي حاجه، والنار بتبقى عاليه وبتجهز طالع منه نار بتاع لو طوطه، حاجه محترم قوي. كل حاجه مستويه، مجرد بس ما تبتدي تسخن حط بقيه المكونات: الاناناس، مش بساوي حاجه خالص، انا بس بخلي كل النكهه اللي موجوده تمتزج، ثوم وبصل، زنجبيل باودر او فريش، ده او ده يعني، بس احنا بنحاول نغير. والاناناس طبعا الحار راجع لحضراتكم. هاخد شويه من بسله بالجزر. بسله بالجزر او البسله بتعامل معامله الفول، لو حد عنده مشكله في القولون يخلي باله من البسله. انا ما كنتش اعرف الموضوع ده لحد لما دكتور صديق قال لي خلي بالك، هي بقوليات يعني نفس الفكره. والرز، بس هلا بالجزر دول مسلوقين مستوي يعني، مش طالع من الفريزر. نقلبهم كده. طبعا الكميات اللي انا حطيتها دي يعني زي ما حضراتكم تحبوا، اللي ما بيحبش الاناناس يشيله خالص، اللي بيحب يزود الاناناس، لو عايز سلب عايزين سلب الجزر اكتر، كل ده راجع لحضراتكم. السراتشا دي حراقه جدا، بس حراقه بطعم حلو يعني، مش حراقه بتضايق، اللي هي هناخد منها معلقه كفايه، على حسب بقى زي ما حضراتكم بتحبوا، اللي عايز يزود يزود، بس انا شايف ان معلقه كويس قوي. قلبها تاني. المفروض ان الفرايد رايس او الرز المحمر تحط معاه بيض، برضو راجع لحضراتكم نزود او ما نزودش. صويا صوص معلقه، ساعات بيحصل دلوقتي بتلاقوا الرز والمكونات كلها مسكت في بعض، نقطتين ميه تفك الطاسه هتبقى كويس قوي، تفك المكونات اللي في الطاسه يعني. لونه كله هيقلب اسود دلوقتي. خدتوا بال حضراتكم انا ما حطيتش ملح خالص، اي ملح هنا هتبقى صعبه قوي يعني، هتبقى حادقه بزياده. سهل قوي قوي قوي، وممكن يخلي يغير طبق الرز الطبيعي اللي كان معمول الظهر او امبارح، يخليه يبقى حاجه تانية مختلفه وبطعم تاني مختلف.
ونحط الأناناسة دي في النص كده، طماطماية وبصل أخضر حواليه، يبقى أول طبق كان سمك فيليه بصوص الفلفل الأحمر الحار، تاني طبق رز محمر بالأناناس. ألف أنا وشوفها، أشوفكم حلقة جديدة.